طب انا دلوقتي عالجت واحد عدد حيواناته المنوية ما هواش 15 ولا 20 مليون اللي هو العدد الطبيعي، ولا حتى 10 مليون، ده ربع مليون ومئات الالاف. خدت منهم 2-3 اصحاء، عقلت بيهم البويضات، حصل اخصاء، حملت وولدت. طب راجل ما بيخلفش خالص بقى خالص، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ما بينتجش اصلا حيوانات منوية، يعني بتقول له هات عينة سائل منوي بتطلع سائل بدون بذور، التعداد صفر. فابتدينا نرجع بقى، طب ما تيجوا ندور في المصنع. فانا دايما بقول للمرضى ايه، انا طبعا كنت انترستد، يعني كنت مهتم جدا بهذا العلم، لكن طبعا وانا في جامعه الزقازيق من 89 الى 92، فكنت حتى ايه مهتم ان انا اي ممرضه ما بتخلفش او حاجه كانت تجي لي انا الاول. بس كنت كل ايه اللي كنت بعمله، حتى حبوب التنشيط اللي كانت عندنا حاجه بسيطه قوي زي الكلومين، ما كانش فيه حتى الابر، مش موجوده. اتنين، كطرق الحلال بسيطة او بنعالج شوية التهابات، بنظبط الدنيا، بنظبط ميعاد تبييض زي ما قلنا بنقول يتم الجماع في اليوم الفلاني والفلاني. وطبعا كان السونار من على البطن ما كانش مهبلي، كانت حاجات بدائية جدا. فكان لما يجي لنا بقى مريض في العيادة الخارجية، وانا بذكر كلمة عيادة خارجية ليه؟ لان انا عمري ما اشتغلت في عيادة خاصة، قلت لحضرتك خالص، الا في 2007. فلما كان يجي لي العيادة الخارجية في عيادة علاج العقم يوم الخميس الابيض، مش عايز اقول غير كده، كان بيبقى يوم صعب جدا، فيجي لي واحد معاه تحليل سائل منوي صفر. فكنت بقول ايه بقى، كنا نقعد كلنا احنا النواب مين اللي هيقابله، كلنا بنتدرى منه، احنا مش عارفين نقول له ايه، نقول له انت حاله ميؤوس منها. ايوه، لحد سنه 93 كان حاله ميؤوس منها، ميؤوس منها تماما. هتعمل فيه ايه؟ ده هيدول لحد سنه 93 حاله ميؤوس منها. انا عايز اقول لحضرتك ان انا اعتقد في كتير جدا سنة 2023 يعني بعد 30 سنة ما يعرفوش ان هو لو عنده صفر حيوانات منوية انه يقدر يخلف. في شريحة مش كبيرة بس موجودة لحد النهاردة، وبيشتغل، يعني عارف ايه، يعني بيذهلوا لما تقول لهم لا في امل وممكن ناخد عينة خاصية نسبته قلبية، اقول له والله حضرتك بالنسبة للتحاليل اللي انا شايفها، مش انا طبعا، في دلوقتي دكاترة الذكورة معانا بيقولوا الكلام ده، لكن المريض بيجي لي انا الاول قبل ما بحوله الى دكتور امراض الذكورة، بقول له عندك نسبة 50% احتمالية الحصول على حيوان منوي ثم اخصاب ثم حمل ثم ولادة.